هذه الأخت تقول بأننا نستعمل العزائم في الرقية، وهي التي تكتب بالزعفران ثم توضع في الماء ونشربه، وكذلك ما حكم القراءة في الماء والنفث فيه للرقية؟ كلاهما جائز والحمد لله، وهذا شيء أجازه السلف، كتابة الآيات في صحن أو على ورق ثم تغسل وتشرب غسالتها، وهذا داخل في الرقية الشرعية لا بأس به إن شاء الله. والثاني، السؤال الثاني، تقول النفث على الماء، النفث في الماء للرقية، النفث على الماء أيضا ورد في الحديث أنه ينفث في ماء ويسقاه للمريض يقرأ، يعني ما هو بنفث مجرد نفث، مع القراءة يقرأ آيات وينفث في الماء ويشربه المريض، هذا ورد في الحديث أيضا. نعم.